وحدا ماذا أقول لمدحي والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا لاذت بك الرسل الكرام لاذت بك الرسل الكرام لاذت بك الرسل لاذت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا يغوث الندى فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى يا غوث الندى صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى ثم السلام عليك نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة
واجعل كتابك حجة لي الشاهد. يا خير هاد هاد للأنام تسامى، يا خير هاد هاد للأنام على من ذاب فيك غراما. أنت الذي شرفت كل مشرف، أنت الذي كل مشرف، أنت الذي شرفت كل مشرف، أنت الذي شرفت كل مشرف، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا حبذا مجلس ذكر الحبيب بي، مجلس ذكر الحبيب به، يا حبذا مجلس ذكر الحبيب به، روح لراحي روح لراحي،
وتفريج لأحزاني من فاته أن يرى المختار فليرى ما أبقاه من سنة عظمى وقرآن من فاته أن يرى المختار فليرى ما أبقاه من سنة عظمى وقرآن يا طيبة الخير يا طيبة الخير أرجو العودة ثانية إليك باليسر في أهلي وإخواني إن كان يشتاق مشتاق إلى سكن فأنت شوقي وفي ذكراك تحناني إن كان يشتاق مشتاق إلى سكن فأنت شوقي وفي ذكراك تحناني يا يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم طاب لي خلع عيداري طابت الحضرة صفت النار
لأهل الله. طابت الحاضرة صافت النظرة، طابت الحاضرة صافت النظرة، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله. قاموا سكارى لذي البشارة، قاموا سكارى لذي البشارة، جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله، جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله. طابت الحاضرة صافت النظرة، طابت الحاضرة صافت النظرة، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله. حتى قد ظن من ليس منا، حتى قد ظن من ليس منا، أن جننا يا عيني بحب الله، أن جننا يا عيني بحب الله. طابت الحاضرة صافت النظرة، طابت الحاضرة صافت النظرة، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود. منيتي أقصى مرامي، منيتي أقصى مرامي، أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود. سراج الكون إني عاشق مستهام، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود. اصرف الإعراض عني أضنان الغرام، اصرف الإعراض عني أضنان الغرام، فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود، فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله الله الغرور ورح الموت تدور لمتى هذا الغرور ورح الموت تدور لمتى هذا الغرور ورح الموت تدور لمتى هذا الغرور ورح الموت تدور أمم تفنى ودور والذي يبقى هو الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا شيبت رأسي الليالي شيبت رأسي الليالي فمتى يصلح حالي شيبت رأسي الليالي فمتى يصلح حالي رغم ضعفي وانكساري أرتجي فضلا من الله وانزل في حما طيب سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيب عند النبي الأعظم ذي الأنوار والهيبة الله ما أحلى السكن فيك ما أحلاك يا طيبة ما أحلى السكن فيك ما أحلاك يا طيبة ما أحلى السكن فيك ما أحلاك يا طيبة ما أحلى السكن فيك نور الهادي المصطفى شعشع في أراضيك الله الله الله, الله
محبوبي بالوصال أنعم علي، محبوبي بالوصال أنعم علي، وجد بالنوال منه إلي، وجد بالنوال منه إلي. وبالكعبة الغراء قد همت شوقا، وبالكعبة الغراء قد همت شوقا، ومن يهوى الحسنى يموت عشقا، ومن يهوى الحسنى يموت عشقا. محبوبي بالوصال أنعم علي، محبوبي بالوصال أنعم علي، وجد بالنوال منه إلي، وجد بالنوال منه إلي. وصلي يا سلام على المعلم، وصلي يا سلام على المعلم، وصلي يا سلام على المعلم، وصلي يا سلام على المعلم. وآله الكرام ربي وأنعم، وآله الكرام ربي وأنعم. محبوبي بالوصال أنعم علي، محبوبي بالوصال أنعم علي، وجد بالنوال منه إلي، وجد بالنوال منه إلي. محبوبي بالوصال أنعم علي، محبوبي بالوصال أنعم علي، وجد بالنوال منه إلي، وجد بالنوال منه إلي، وجد بالنوال منه إلي. أنا لا أدري الشباب يا ترى متزوجين ولا عزابية، لأنه اللي بيحكي بالغرام والعشق والهيام اثنين، يا عزابي عم يتغنى حتى يسر له العروس، أو متزوج متلذذ بالحياة وشايف السعادة، أو عم يسيرونا حتى نتعلم العشق والغرام ونتعلم كيف الهيام لنهيم بأعز مخلوق في الكائنات الذي هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هنن العاشقين لحالهم لازم يعني نتعلم منهم شوية ونصير كلنا عشاق، وإذا صرنا كلنا عشاق يعني بتنزل الدرجة تبعهم، ما عاد كلهم هن لحالهم عشاق، صرنا كلنا مثلهم. فالعاشق يرفع أصبعته ويحكي في الغرام. يلا شيخ محمود. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفرج الله. اليأس يقطع أحيانا بصدق
صاحبه. لا 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 تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن لا تجزعن فإن الصانع الله. فإذا بنيت فثق بالله وارض به. فإذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله. فحسبك الله في كل لك الله. الله يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري. يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري. طال انتظاري فمتى فرج الله فمتى فرج الله فمتى فرج الله. طال انتظاري فمتى فرج الله فمتى فرج الله فمتى فرج الله. يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري. يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري. طال انتظاري فمتى فرج فرج الله فمتى فرج الله. طال انتظاري فمتى فرج الله فمتى فرج الله فمتى فرج الله. ضعفي لا يخفاك يا رب الأفلاك. ضعفي لا يخفاك يا رب الأفلاك. لا أرجو سواك فامنحني رضاك. لا أرجو سواك فامنحني رضاك. رحمك رحمك ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله. رحمك رحمك ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله. قل اصطباري زاد اضطراري. طال انتظاري فمتى فرج الله فمتى فرج الله فمتى فرج الله. طال انتظاري فمتى فرج الله فمتى فرج الله فمتى فرج الله. شأني العصيان شأنك الغفران. شأني العصيان يا رب شأنك الغفران. فاغفر لي ما كان يا رب الإحسان. ربي يا رحمن
من أنت الله، يا من أنت الله، يا من أنت الله، ربي يا رحمن، يا من أنت الله، يا من أنت الله، يا من أنت الله، يا رب البريد هذا افتقاري، والنصر بريد زاد اضطراري، يا رب البريد هذا افتقاري، والنصر بريد المسلمين يدمع العينين، سوريا فلسطين يعلوها الأنين، يا رب الكونين متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله، يا رب الكونين متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله، يا رب البريد هذا افتقاري، والنصر بريد زاد اضطراري، يا رب البريد هذا افتقاري، والنصر بريد زاد اضطراري، طال انتظاري فمتى فرج الله، فمتى فرج الله، فمتى فرج الله، طال انتظاري فمتى فرج الله، فمتى فرج الله، فمتى فرج الله، مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي، مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي، مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. نشكو إليك الذل بالمسلمين حلا، نشكو إليك الذل بالمسلمين حلا، يا ربي نرجو حلا، أدركنا يا مولاي، مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي، مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. نشكو إليك الهم وهما قد صاب الأمة، نشكو إليك الهم وهما قد صاب الأمة، يا ربي أزل الغمة، يا ربي أزل الغمة، يا ربي أزل الغمة، أدركنا يا مولاي. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي، مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. هدول الجماعة شو عم يسووا فينا؟ رمونا بالعشق والغرام، نخلونا من العشق والغرام إلى الملك العلام، يا ترى بيصلحوا يعملونا مولد الأسبوع القادم؟ موافقين كلكم؟
إذن إلى أستاذي ومدير المجمع العام يتكلم ما شاء. سفر الله. الله يزيك عنا الخير يا سيدنا. الله يبارك لنا بحياتك. هلا أنا إذا بقول أستغفر الله وبقول إنه أنا خادم وبقول إنه أنا طالب علم صغير أمام سيدنا الشيخ رمضان، فهذه الكلمات كلها أقل من الحقيقة. حقيقة لسه أقل منها، الحقيقة أقل منها بكثير جدا. الله يعفو عنا ويعفو عن تقصيرنا، وإذا فينا شيء من الخير فهذا الخير هو من بركة صحبة سيدنا الشيخ رمضان الذي عرفنا بشيخنا وحببنا بشيخنا وجمع قلبنا على شيخنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الدار الآخرة. لكن قالوا الامتثال خير من الأدب، بل الامتثال كل الأدب. ولذلك امتثالا لتقديمه جزاه الله تعالى خيرا، أذكر نفسي وأذكر إخواني الكرام بمعنيين. المعنى الأول هو معنى صحبة العارفين بالله، والمعنى الثاني هو معنى كثرة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي من أجله في الأصل وجد المولد. شو المولد؟ المولد هو إنه إحنا جماعة تكاثف الران على قلوبنا وغاب عنا المعنى الحقيقي لمحبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحتاج إلى المولد، يعني نحتاج إلى من ينشد لنا فيذكر شيء من صفات النبي، شيء من كمال النبي، يشوقنا بالأنغام، يشوقنا بالكلمات، يشوقنا بالصوت العذب إلى محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المولد. يعني نحن عم نقول يا ريت يكون في حدا يشوقنا للنبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة لو أننا كنا كما ينبغي فنحن لا نحتاج إلى من يشوقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الحب أن يكون بلا تكلف، وأصل الحب أن يستولي على عقل وقلب الإنسان فلا يحتاج إلى مذكر. فطالما المحب يحتاج إلى مذكر هذا معناه أنه ما زال يتصنع الحب، وكل حب يبدأ بالتصنع، كل حب يبدأ بالتكلف حتى يصبح هذا الحب حقيقة تخالط كل خلية من خلايانا. فبرد بذكر حالي وبذكر إخواننا بأننا عندما نستمع إلى منشد ينشد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود شيء واحد، أن يتحرك هذا القلب لتصبح هذه الحركة حركة دائمة، دائما يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دائما تربطه صلة ما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما هذه الصلة كانت قوية كل ما كان نجاة وفوز وسعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي الدار الآخرة أقرب إليه. هذا المعنى مرتبط ارتباط كامل بالمعنى الثاني وهو صحبة العارفين. لما الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن لا يجعل في هذه الأمة ولا في العالم أنبياء بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد، وجعل سيدنا محمد خاتم النبيين، هذا معنى أخواننا الكرام حزن لأجله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بين السماء والأرض. في الأمم السابقة كان كل ما يموت نبي الله يبعث له النبي، بل ربما كان في أكثر من نبي في زمان واحد، كما كان حال سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا داود وسيدنا سليمان، بزمن واحد في أكثر من نبي، أو بموت نبي الله بيبعث له النبي، لأن الله تعالى يريد دائما أن يجعل بينهم وبينه سبحانه وتعالى صلة، أن يجعل بينهم وبينه مذكر، أن يجعل بينهم وبينه سبب يقودهم إليه. شو النبي؟ النبي هو الحالة التي تقودك إلى الله، الحالة التي تسوقك إلى الله، الحالة التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى. صحيح هو معه رسالة، هذا يصير رسول، أما في أنبياء كانوا ما معه الرسالة. طيب حتى ما كثير نطول بهالكلام،
لما الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته ألا يكون بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، أن يجعل سيدنا محمد خاتم الأنبياء، لابد أن الله تعالى بده يبدل الناس بمعنى آخر. شو هالمعنى؟ قال سيجعل الله تعالى أمة سيدنا محمد أكثر الأمم أنبياء، عفوا أكثر الأمم علماء، وأكثر الأمم أولياء. أكثر الأمم أولياء وأكثر الأمم علماء. ما في أمة فيها أولياء وفيها علماء مثل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لنفس الهدف، شو الهدف؟ أن يكون صحبتنا للعلماء وأن تكون صحبتنا للأولياء مذكرا لنا بالله سبحانه وتعالى. نحن أخواننا الكرام ما بنعرف الله ولا بنعرف الإسلام ولا بنعرف الدين لولا صحبتنا للعلماء. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأصل، وسيدنا رسول الله هو اللي جاب الرسالة. بس مين عرفك بالنبي؟ شو بتعرف أنت عن النبي؟ مين عرفك شو هو النبي لولا أن الله تعالى جمعك بالعلماء؟ هلأ في كتير ناس من المسلمين ومن غير المسلمين عايشين بهالدنيا، النبي موجود ورسالته موجودة، وفي ملايين بل مليارات من المسلمين ومن غيرهم ما بيعرفوا النبي ولا فهموا النبي ولا أحبوا النبي ولا استفادوا من النبي. شو السبب؟ السبب أنهم ما اجتمعوا بعارف أو بعالم يدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناتها قديش قيمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يجمع الإنسان بمن يدله على رسول الله الذي يدله على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إخواننا عظيم عظيم عظيم، لا ينجو الإنسان إلا به، ولا يكتمل الإيمان إلا به، ولا يحسن إيمانه إلا به. ولذلك العارفين بالله بكتب كانوا يذكروا دائما بأنه من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، ومن لم يعرف الله بشيخه فما عرف الله. من لم يعرف الله بشيخه فما عرف الله. في واحد تربى بجامع عند أولياء الله 10 سنين وهو مسلم، وفي واحد ما تربى عند أولياء الله وهو مسلم. هاد بيعرف الله مثل هاد؟ مستحيل. هاد بيذكر الله مثل هاد؟ مستحيل. هاد الله سبحانه وتعالى في قلبه مثل هاد؟ مستحيل. معناتها شو هو سبب المعرفة بالله؟ سبب المعرفة بالله هي معرفة أولياء الله. فأولا الحمد لله على هذه النعمة. بعدين إخواننا الكرام العلماء والأولياء أشكال ألوان، كل واحد مثل ما بيقولوا مثل البستان، وفي أشجار وفي أزهار، كل واحد كل زهرة شكل. الياسمين ريحته كتير حلوة لكن مو مثل الفل، مع أنه الفل ريحته كتير حلوة. طيب مو مثل الزنبق، مع أنه الزنبق شغلة عظيمة جدا. طيب مو مثل الورد الجوري، مع أنه الورد الجوري شغلة حلوة. كل هالعلماء اللي الله أكرم فيهم الأمة كل واحد منهم مثل الوردة، له ريحة وله شكل وله طعمة، مختلف عن الآخر فيما يعلمه، مختلف عن الآخر فيما يقدمه. بس بالصدق إخواننا، ونحن ببيت الله، والله سبحانه وتعالى بده يأخذنا على كل كلمة نقولها سواء كنا في بيت الله أو في غير بيت الله، لكن في بيت الله المؤاخذة أكبر. بالصدق إخواننا الكرام، أنا بما رأيت من العلماء، رأيت العلماء في أغلبهم بتشابهوا مع بعضهم. تسمع من هذا شيء بتلاقي بيشبه الكلام الثاني، بيشبه الكلام الثالث، بيشبه الكلام الرابع، بيشبهوا بعضهم. صحيح بيختلفوا ببعض الشغلات لكن بيشبهوا بعضهم. لكن الحقيقة أنه الشيخ اللي ما حدا بيشبهه هو سيدنا الشيخ رمضان. ما بتلاقي أنه أعطينا هيك شيء حالة تانية. شو طيب شو اللي ما بيشبهه؟ هذا الحكي حكي، والحكي إذا ما في عليه أدلة، ما في عليه بينات، ما له قيمة. ما بتلاقي حالة العملية والتطبيق والتعليم العملي قبل التعليم النظري مثل الحالة الموجودة عن سيدنا الشيخ رمضان. ثم ما بتلاقي حالة إنكار الذات في تطبيقها العملي. أنا بوس إيد سيدنا الشيخ رمضان وأسأل الله تعالى أن أستطيع التعبير عن هالفكرة اللي هي فكرة عظيمة جدا، وهي أغلى ما تعلمته أنا شخصيا من سيدنا، وتعلمت منه كتير، بس أغلى ما أظن أنني تعلمته من سيدنا هالفكرة هي. كل الناس بيحدثوك عن التواضع، وكلهم بيحدثوك عن الإخلاص،
وكلهم بيحسوك عن إنكار الذات، لكن وقت الجد ما بتلاقي غير كل واحد منهم طلع منه حال من إثبات الذات، حال من الغرور، حال من الأنا لا يوصف. كل الكلمات اللي قالها، كل الكلمات اللي قالها في إنكار الذات ذابت مثل الملح اللي نزل عليه مطر، ما عاد له وجود، لأنه عمليا أنا ما شفت إنكار ذات، عمليا أنا ما شفت تواضع، عمليا أنا شفت أنا، شفت ذات، شفت حظ نفس، ما شفت عكس ذلك. لكن أنا برجع بقول أعظم ما تعلمته من سيدنا أنه هو ما بيحاكيك كثير عن إنكار الذات وعن الإخلاص والتواضع، لكن يريك ذلك عمليا بكل حركة من حركاته، بكل تصرف من تصرفاته يريك. ولذلك هذا هو المقام الحقيقي، هذا هو المقام الحقيقي، هي هي التربية الحقيقية، تربية الذي يربيك بحاله، الذي يعلمك بما تراه من أعماله، الذي يربيك بحاله، الذي يعلمك بما تراه من أحواله. في كلمة أنا مرة سمعتها من سيدنا الشيخ رمضان يمكن من 15 سنة، لكن كلمة عظيمة جدا. الشيخ مرة قال في ناس بيربوا بكلام، وفي ناس بيربوا بأفعال، لكن في مشايخ أتقل من هيك بكتير. مين هنين؟ قال اللي بيربوا بنظرات، اللي بيربوا بنظرات، يعني بيطلع عليك، وقت بيطلع عليك بيغير حالك من حال إلى حال، بيغير سلوكك من سلوك إلى سلوك، بس بالنظرات، بس بالنظرات. مين مدنون؟ مين شيخنا الله يرضى عنه دائما ما بيحكي شغلة إلا بيجيب لنا مثال، وأهم شيء في كلامه أنه دائما أنت بتحفظ المسألة مرتبطة بالمثال. مين هنين؟ وهذا معنى عظيم. قال السلحفات كيف بتربي أولادها؟ بتربي أولادها بالنظر. السلحفة لا بترضع أولادها، ما بترضعون، ولا بتضمون، ولا بتطعميون، ولا بتقرب عليهم، ما في بينها وبينهم حالة التواصل الموجودة مثل البقايا. لكن شلون؟ قال بس تطلع عليهم، بس بتطلع. هذا التطليع في خط بيشتغل هيك مثل هلا، احنا من زمان ما كنا نعرفها، مثل هلا ما بنشوف شلون في خطوط اتصال غير مرئية موجودة، في شبكة موجودة غير مرئية، كل واحد هلا جهازه متصل، واحد متصل بشبكة سيرياتيل، واحد متصل بام تي ان، مدري ام ان تي، متصل فيها مثل ما انه قاعدين قدام بعضهم ومثل بعضهم، ولا واحد محطوط الفيش تبعه، بس هيك في خطوط موجودة. طب في دول فيها 40 شبكة جوال، كل واحد قاعد الخط تبعه متصل بالشبكة الموجودة، عم يغذيه بالمعلومات، عم يبعت له الرسائل تبعه خصوصي لإله مو لغيره، ما بتجي رسائل هاد لهاد، مع انه قاعدين لك بلزق بعضهم، قاعدين نفس الشركة. طيب بركي بخربط الرسالة، بتروح بدل ما تجي لهم بتروح لهم، ما بتخربط. طب كيف شغل الله؟ كيف شغل أولياء الله؟ شغلي أتقل بكتير بكتير بكتير. أنا هذا اللي تعلمته، وهذا من الذي تعلمته من شيخنا، الله يبارك لنا بحياته وينفعنا بصحبته ويجزي عنا شيخنا خير الجزاء، ويجعل هذا المجمع إن شاء الله دائما بالخيرات والبركات. ومثل ما قال سيدنا إن شاء الله مولدنا الأسبوع القادم، والله بيشرفنا وبنكون بخدمتكم إن شاء الله. الله يجزيكم عنا الخير، الله يجزيكم عنا. وفي الختام صلاتنا على النبي الهاشمي المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلاتنا بما أتاك
الهاشمي المطالبي أحمد زكي يناسبي من وصفه في الكتب يا كميل المعاني أدرك محبا عاني صبا شجيا فاني فالصب أضنى يا كميل المعاني أدرك محبا عاني يا كميل
فرج يا إله عن عرشي عنا كل ضيق والطف لنا يا ربنا في كل حال والطف بنا يا ربنا في كل حال يا ربي وامنح جمعنا كشف الحجاب يا ربي وامنح جمعنا كشف الحجاب وارد لنا في وردنا صافي الشراب وارد لنا في وردنا صافي الشراب وافتح لنا وافتح لنا من العلوم خير باب واختم لنا بالخير يا مولى الموالي واختم لنا بالخير يا مولى الموالي واختم لنا بالخير يا مولى أستاذي على ما تكلم وتفضل، وأشكر الأخوة المنشدين الذين أبدعوا وأحسنوا، وأشكر الحضور الذين حضروا، ولكن أرجو من الجميع أن يكون القصد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، مع الصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم كما جمعتنا على حب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، امن علينا برؤية وجهك الكريم تحت لوائه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا يا إلهنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا وعلى المسلمين، وفرج عن هذه الأمة واكشف الغمة عنها يا كريم. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك لنا في حياة شيخنا وأمد لنا في عمره، وانفعنا به يا ذا العرش العظيم، وأمده بالصحة والعافية، وزده من فضلك وعطائك بما أنت له أهل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.